مبروك يا صالح، فسحتك الليله دي هديتي ليكم انت وعرستك. طول عمرك صاحب واجب يا معلم. يلا يا عرسان، انا عامل لكم الليله فسحه ما حصلتش. شايفين يا انور؟ عزت. نعم. الورقه دي فيها تليفون اخت سهام، تدي الورقه دي لعم حمزه عشان يتصل بسهام وامي ويبلغهم ان كاتب كتاب الليله ده على عزيز علشان ما يزعلوش. حاضر، تحت امرك يا صاحبي. شكرا. مبروك يا صالح، ما تتخضش. الله اكبر الله اكبر، الف مبروك. لو تعرف فرحتي بك النهارده قد ايه. قد كده اهو، عقبالكم جميعا يا حبايب. لجمالكم الافراح دق يا مزيكا. حاجه سهل. احلى عرسيتي. اتفضلي عرسيتنا. اتفضل عريسنا. اتفضل يا بيه. اتفضل يا باشا. ماشي يا سيدي، الف مبروك. دي بقى اللي اسمها جوازه بالعافيه. لا يا حبيبي، مفيش حاجه اسمها بالعافيه. لو انا اصلا ما كانش ليا مزاج لحاجه تتم. أيوة. ما كانتش تمت. وبعدين اصحى للون مش قدام الناس كده يعني. انا قصدي جوازه بالعافيه لانها تمت غصب عن عين امك. لكن ابوكي بقى ده راجل جدع بصراحه. طب يا جماعه بعد اذنكم اروح انا واسيبكم لمؤاخذه براحتكم، تسهروا براحتكم. وانت كان حد قالك تيجي اصلا؟ الله، عيب يا انور. عزت ده قبلي، ده صاحبي حبيبي. معلش ابو الصلح، اصل انا لازم اروح صاحبي عشان عندي شغل كتير بكره ولازم اصحى بدري. خلاص سيبه يا صالح، ما تزعلوش، سيبه على راحته. واصل انا بصراحه حاجز 3 تذاكر بس في مسرحيه عادل امام، هديه من المعلم زيدان لاحلى عريس واحلى عروسه. خلاص يا انور خلاص، انا لازم اروح. ما انت عارف يا صاحبي. صحيح، ميعاد الرضعه بتاع الواد ده. مع السلامه يا عزت. مع السلامه يا ابو ابراهيم. مع السلامه. الف مبروك يا صاحبي. مبروك يا عزيزه. خد انور اضرب البق ده. ربنا يتمم بخير. اخصى عليك يا حمزه، بقى تعرف ان ابني بيتجوز من ورايا وما تقوليش؟ اتجوز. اقول فيك ايه يا صالح يا ابني؟ منك لله. أيوة يا عم حمزة، أنا سهام. متشكرين قوي إنك أنت بلغتنا، بس العيب على أخويا صالح اللي راح يتجوز من ورا أهله. ما أنت ابنك عملها قبل كده، يعني إحنا في الهوا سوا. مع السلامة. ساكي مش قادرة تنسي اللي عمل والدة حمزة معاكي. ودي حاجة تتنسي يا همام؟ أنا عشان أعوض الست سنين اللي راحوا من عمري عايزة لي 20 سنة، وبرضه مش هعوضه. إنهم راحوا وأنا في عز شبابي. يا بنتي
اللي يسمعك بتقولي الكلام ده يقول عليكي عجزتي. انت لسه في عز شبابك. في فرق ان انا استمتع بشبابي او اهلكوا في الشغل ليل ونهار عشان اكون نفسي. تكون ايه يا سهام؟ عايز افهم ايه غرضك من تكوين نفسك ده؟ تكون فلوس ولا تكون ايه بالظبط؟ ثلاثة: اسم ومركز وفلوس. هما دول مصادر القوة اللي بحلم يبقوا في ايدي. ساعتها بس احس ان انا كونت نفسي ومحدش هيقدر يستضعفني. انت شايفه انك ضعيفه دلوقتي يا سام؟ كفايه انك لو سبتني هبدا من نقطه الصفر، يعني بستمد قوتي منك. انا عايزه استمد قوتي من نفسي. بقى الحكايه كده، يعني الفلوس مسروقه هي والعربيه. تصوري يا داليا، الواد صالح بقى كان متوقع ان حكايه سرقه العربيه ده هتتكشف، عشان كده خبى الفلوس عندي، وطبعا هينكر انه لقى اي حاجه في العربيه. وهي العربيه دي شويه ده ممكن يتسجن فيها. يا اختي يعني ايه سنه ولا اتنين؟ يروح بعديها يلاقي هبره فلوس، قرشين حلوين مستنيينه، ما يقدرش يعمل زيهم طول عمره. بالحرام؟ هو محللهم لنفسه، بيقول ان ده تمن سجن ابوه من الناس اللي ظلموه، عوض عن سجنه، يعني دي مدفوعه. اسمع يا ابو ابراهيم، احنا يا اخويا مالناش دعوه بالكلام الفارغ ده، احنا عندنا عيل عايزين نربيه. اخلص من الفلوس دي بأي طريقة. يا أختي اطمني خالص، هو بعد ما كتب كتابه على عزيزة هتبقى هي سر، وعايز تأمينها على الفلوس أكتر مننا، يعني كلها يوم ولا اتنين وياخد مني الشنطة ويديها لها. يديها لها. خلينا ننام مرتاحين. أنا رأيك يا داليا، وأنا يعني ناقص قلق. عايز ادخل استريح شويه. ايه العواف دي؟ احنا فين هنا؟ هو في بولاق ولا ايه؟ ايش رايك؟ قصدي ايه رايك يا حبيبي؟ حلو طبعا، الحمد لله على السلامه. انت جيتي امتى؟ العروسه ووصلناها لحد باب بيتها، وانت لغايه باب بيتك. متشكرين يا ابو الانوار، نردها لك في الليله الكبيره ان شاء الله. الف مبروك يا عريس. بس انا زعلان منك علشان اللي عملته في الواد عزت. انا ما اعرفش انت مصاحب الواد ده ازاي، ده واد اهطل. يا راجل اهطل ايه؟ ده اطيب واد انا شفته في حياتي. عشان كده عبيط وعلى نياته. تصبح على خير يا عريس. وانت من اهل وانور، يبقى سلم لي على ابوك وقول له جميلك على العين والراس يا سيدي الحته كلها. سلام. سلام. شكرين. سلام. مع السلامه. لحظة يا عم، بغني في ايه؟ وانت؟ انا سمارة مشحم ولعن. عاوز ايه يا مشحم؟ جايلك بقى على العيش والملح.
خلص نفسك يا صالح، طلع المستخبي، المعلم صلقت هيجيلك. ايه ايه؟ نعم اخويا المعلم مين؟ معلم صالح، ما سمعتش عن المثل اللي بيقول من صلقت لملقت لقبض لارواح؟ اه المعلم صلقت دورها فيه التلات حاجات، صلقت وملقت وقبض لارواح. وانا بقى بسبعة ارواح خلص. هيضيعهم لك روح روح، ده راجل مفتري. عارف العشر بواكل اللي بتدهم لي لابني بينهم بكام؟ 2000 جنيه والباقي صلقه ومرقه. الافلام القديمه دي انا ما بدخلهاش، ودور الصياعه بتاعك ده تروح تمثله على حد غير. ماشي، اخر جميل ممكن اقدمه لك انت التلتين واحنا التاني، يعني انت 50,000 واحنا 25,000. خفه جهر نفسك قوي ليه كده؟ لما تيجي نعكس هتاخد انت الـ50 وتديني الـ25. بتتريق؟ لو كترت في الكلام مش هتنزل من هنا سليم، هقطعك واسلمك للبوليس واقول لهم دخلت هجم عليا في شقتي. ماشي يا فندم، انا كده بريء من ذنبي. والعلم المعلم سرقت لما عرف ان انت اتجوزت النهارده اتاكد ان الفلوس معاه وهيجي ياخد حقه. نفض التراب من دماغك وروح قول للمعلم بتاعك ده لو كان معلم بحقي وحقيقي يجي ويقول لي ان هو عاوز حقه. ماشي يا عريس، سلام. كده انا بريء من دمك. يا دمك صباح الخير يا اهلا وسهلا. صباح النور يا معلم. امال فين سهام؟ سهام راحت تخلص شغله من المحافظة. صحيح اديته عملية البرج الجديد للمعلم عدا والمجاول؟ ايوه حصل، والنهاردة الصبح جه مضى العقد مع الحاج راضي. وصلنا الخبر بس حبيت اتأكد منه. لكن كيف المعلم راضي يقبل بالكلام ده؟ ايه ما عملتش اعتبار لمرة ولدي؟ ولا خايف اتوالس معاها على حساب الشغل؟ انا طول عمري بعمل شغل الحاج راضي بما يرضي الله. والله الكلام ده تقوله له هو مش انا. عندك حق يا بنتي، انت ذنبك ايه؟ لكن الحاج على السهام اللي معرفتش تحط الموضوع في يدي. تحب تقابل الحاج راضي؟ يا ريت، ما انا لازم افهم ايه الحكايه. طب اتفضل يا معلم اتفضل. الو سهام؟ سهام هي اللي اتفقت مع المعلم عدوي بدل مني؟ بأمانة يا معلم بدران، أنا احترمت سهام أكتر وأكتر لما عملت كده، لأنها أثبتت لي إنها بتخاف على مصلحة الشغل وسمعة الشركة. وأني بقى اللي هسوق سمعة الشركة؟ لا العفو، لكن أنت معاك مشروعين بتنفذهم لشركة ابنك، وقدامك على الأقل 5 شهور عشان تبتدي تستغنى عن عمال الخرسانة وتنقل لمشروع البرج. وإيش خبرها سهام إن عندي عجز في عمال الخرسانة ولا لا؟ بالعقل يا معلم، إذا كان عندك خشب وعمال يكفوا 3 مشاريع في وقت واحد يبقى زمانك كنت بتنافس القطاع العام. يا حاج راضي، أنا لا عندي ولا عنديش، الحكاية أبسط من كده بكتير، بس سهام هي اللي مش عارفة. أنا بصراحة بجيب عمال ومجاولين يشتغلوا لحسابي وبشرف عليهم، يعني بعون الله أقدر أشتغل في 10 مشاريع في وقت واحد ما دام تعرف تجيب العمال اللي اشتغلوا صح. يبقى اكيد سهام ما تعرفش كده. يا حاج راضي، زي ما ربنا جعلك سبب في رزقي انا برضو سبب في رزق العمال دول، وهو كله بيشغل بعض. والمعلم عدوي وراه ناس برضو عاوزين ياكلوا عيش، واللي شغله فيكم احسن المكتب هيفضل مفتوح له على طول. لا يا حاج راضي، الحكايه مش كده، الحكايه ان سهام مرات ولدي عايزه تعرفني ان هي اللي بتوكلني عيش. معقول يكون ده غرض سهام؟ معلوم، ما دمت سايب لها السايب في السايب. لا عندك يا معلم، ده شغلي وانا عارف بمشيه ازاي، واذا كانت سهام بتتصرف بمزاجها لمصلحه الشغل فانا لا يمكن احاسبها الا على النتائج. هنيالك بها يا حاج، سيبها تتحكم في ارزاق الناس، بس انا لازم اعرفها ان لها راجل يحكم عليها بالاذن. انا بقى مع السلامة يا معلم.
تفعليه لحالك. ايه موضوع سيام بالظبط مع المعلم ده؟ هي غضبانه ولا ايه بالظبط؟ ابدا يا حاج، هي من ساعه ما سبت لهم البيت وهي عايشه في حالها، بس المعلم بدران مش عاوز يسيبها في حالها، وكل شويه يعمل حاجه تعتنن عليها. زي ايه مثلا؟ اخر حاجه عايز يشاركها هي وجوزها في ارباح شركتهم، ومش مكفي ارباحه من تنفيذ المشاريع. فهمت. هي عايزه تقول له ان هي اللي بتشغل الشركه، فتبعد الشغل اللي هي بتجيبه وتقول له ورينا بقى هتشغل الشركه ازاي وتاخد ارباحها. هي عايزاه يرضى بنصيبه وما يطمعش اكتر من كده. شوف يا بنتي، مادام دخلوا في صراع يا واخد قوتي يا ناوي على موتي، يبقى سهام هتطلق قريب. وبعدين يا معلم، وانا افضل طول عمري في الشقه ده؟ اروح الوكاله اتغرس في المخازن وسط الحديد المشحم؟ وبعدين الله، هو انت بعد ما كتبت كتابك هتتبطر عن نعمه؟ استغفر الله العظيم، هو اللي عاوز يطور نفسه يبقى بيفترى على نعمه ربنا؟ الشغلانه بتاعتنا دي فيها النوعين، الشياكه والبهدله، وكل حاجه برزقها. بس اللي انا شايفه يا معلم ان الشياكه يعني رزقها اوسع، يعني اللي زي حضرتك ولا اللي زي تجار الاكسسوار بيقعدوا نضاف وظراف وبيشتغلوا بروقان. ما هو اللي بيشتغل في الجديد كده، لكن اللي بيشتغل في المستعمل لازم يتوسخ، وكل برغوت على قد دمه. انا بقى عاوز النظافه وكفايه قرف. وانت يا معلم سبق ووعدتني انك تنقلي نقله جديده. في سكه حلوه انا نفسي خايف اخش فيها، عايزه فلوس كتيره. طيب فهمنا يا معلم، يمكن يكون ليا صرفه. قطع غيار سيارات جديده متهربه من الجمارك، بس عايزه اللي يجيبها من اسكندريه لهنا. حلو، وايه المشكله؟ مليون قضيه لو اتقفشت، اصلها قطع غيار مغشوشه، بس ايه مكسبها نار 200%. قلتلي يعني قطع غيار مضروبه بس معموله بره وبتتجاب بالدولار وما تفرقهاش عن الاصلي، ودخلة من غير ورق ولازم تتنقل من ايد لايد لحد الزبون ما ياخدها. بعد كده بقى احنا ملناش دعوه بيه. مالكش دعوه ازاي يا معلم؟ ده كده ممكن تتسبب في حادثه وتضيع عمر اللي راكبين فيها. حادثه ايه؟ احنا هنلعب في حاجات بعيد عن المخاطر، ابلاتين، كوندنسر، كاربراتير، فانوس، هي دي حاجات بتعمل حوادث برضو. يا معلم الموضوع ده عاوز تفكير. انا اروح اديها فلاشة احمر على القهوه واحسبها من اول وجديد. يا ابن تخي وسيده، كل الدولارات دي بتتحكم عليها وانت لازم تروح في 60 داهيه. قلتلك يا عبد العظيم بيه بلاش نبلغ البوليس، ما نبنا الا الدنيا اتقلبت علينا وبرضه فلوسك ما رجعتش. المهم عملت ايه مع بتوع الرقابه؟ نفذت اوامرك وكل حاجه رميت على شعبان. يستاهل عشان حرامي، وبصراحه بقى الاشكال دي بتجيب لي حساسيه. يعني لو خف من الشلل دلوقتي وقام ولقى كل العهده دي مرميه عليه هيتشل من تاني. المهم اقول لي، تفتكر نجيب مين نمسكه مكان شعبان؟ الاستاذ حسن. استاذ حسن؟ انت اتجننت؟ تجيب واحد نمسكه مكان شعبان بينقش ورانا؟ ما هي دي احسن حاجه يا باشا، عشان يمسكها على نظافه بعد تفتيش الرقابه ويبقى تحت رحمتك. ماشي، طلع له قرار باداره المخازن. بكره سعادتك تشوف، هيبقى زي الخاتم في صباعك. الو، مين؟ ايوه انا عبد العظيم. مين؟ وحضرتك عايزه ايه بقى يا فاعله الخير؟ ايه ابن طفل؟ لا ما تخافيش، مش هجيب سيرتك اطلاقا صدقيني. المهم طمنيني الاول، صدقيني ما تخافيش. يا ترى الدولارات لسه معاه؟ خساره، قفلت السكه. انا مش فاهم حاجه يا باشا.
انا مش عارف ازاي غابت عني حكايه زي دي. تصور ان ابن طوخي هو اللي سرق عربيه شعبان والدولارات كمان. كان لازم يكون اول واحد نشك فيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا مرت والدي يا غالية. أهلا يا حبيبتي. لقيناك اتنمرت على عيشتنا، فجينا نشوف العيشة الجديدة اللي من جد وعلى الولد. وبفلوسي مش بفلوس حد تاني. تشرفوا طبعا، ولو عجبك خدوه وأنا همشي على طول. بيت أبويا لسه مفتوح وحقي محفوظ فيه، زي ما حقي محفوظ هنا كمان. شعيبة معلمي تخبط على الباب ومعاك هجام قراري زي حالاتي. براو عليك يا لسون، يديك تتلف في حديد. يا معلم صالح هيزعل لو خلى شاهد بالشكل ده. ما يزعل ولا حتى يخبط دماغه في الحيط. يلا يا رجاله كل واحد يشوف شغله. انا عايز الشقه دي تتنكل فوق وتحت. لما تقولي فلوس والله يا معلم. يا معلم عشان خاطر ارجوك اصبر لما صالح يجي ونحاول معاه بالذوق. الذوق والمسايسه دول شغلة الضعف. القوي اللي بياخد حقه بدراعه حتى لو ملوش حق بياخد اللي هو عايزه. بعدين بيشغل البوليتيك الكلام ده مع الغلابة، لكن صالح بقى عمره والموضوع ممكن يكبر وما نعرفش نلمه. السياسة دي مع الناس الغلابة، لكن تبقى غلطان لو افتكرت ان صالح غلبان. انا ما اقبلش تهديد من اي حد. وقبل ما تلمح يا معلم بدران ان ابنك ممكن يرمي اي حرمة في الشارع ويتجوز غيرها، لازم تعرف ان ابنك سهاب. لازم تعرف ان ابنك امن لي مستقبلي وكتب لي الفيلا دي باسمي بيع وشراء. صح صح يا ابويا، الكلام اللي بتقوله سهام صح، انه بصراحه حقه وتستاهل. ارخص عليك يا همام، دي حكايتك يا ولدي. دي حكايتك يا ولد، حكايتك مع الحريم يا ولدي. طب الدنيا بنت نايب، بنت ناس اكابر. لكن انا بنت راجل مسجون وغلبان مش كده؟ هاني ماليش كلام معاك، انا كلامي مع ولدي الخيخه ده. عايز اعرف ليه بيسلم مع حريمك ده. انا سمعت ان مراته الاولانيه هتموت وعايزه ترجع، وانت يا عمي بتسعى في الخير وعايز ترجعها. مش هيحصل يا سهاب، مش هيحصل. ليه يا همام؟ خلي ابوك يتباهى ويقول ان ابني متجوز اتنين وراجل وفتح بيتين. عموما اخويا ما يعيبوش حاجه، واذا كانت الهام خدت منه الشقه فهي عرفت قيمته ونفسها هترجع له كل حاجه عشان يردها، وانا لو منه اردها. اهو على الاقل واحده من حريمه تبقى بنت اصول. ولا ايه يا صدق من قال؟ خد الاصيله ولو كانت قاعده على حصيره. عموما شوفوا اللي يريحكم مع ابنكم، وانا موافقه لان همام ربنا يخليهولي ضمني حقي في جميع الاحوال. شكرا يا حبيبي. يلا يا ماما عشان نسيبهم لوحدهم شويه. يلا بينا يا بنتي، وربنا يبعد عننا الشياطين. بيجينا شياطين يا همام. ما تزعليش يا نحمد، ملايكه. بس عمري ما سمعت على ملايكه بتسعى في خراب البيوت. خلاص يا سهام، خليكي مع جوزك هنيالك بيه. خلاص ما عادش يلزمني. ليه بس يا ابوي بتقول كده؟ لان شرطت عليك قبل ما توافق على السكن مع مراتك لوحديكم ان كل حاجه تتكتب باسمك. صح صح يا ابوي صح، وده اللي حصل. صح وده اللي حصل؟ امال ايه الكلام اللي بتقوله مرتك ده؟ سهام اشترت الفيلا دي بفلوسها من ليله امبارح. بس فلوسها منين؟ وانا ناسي لما اتجوزتها كان شكلها ايه؟
همام متجوزني وانا بشتغل وبكسب مش عوالة. وعمي بدران يعرف انا باخد عمولة قد ايه في المشاريع اللي بعملها ومن غير احراج يا نحمده. عمولة المشروع الواحد قد مرتب جوزك في 10 سنين. عشان كده بتتحكمي في ارزاق الناس. هو الموضوع كده؟ عشان اديت المشروع للمعلم عدوي؟ مش طول كده من الصبح الحمايه تستعبط يا اسهام؟ يعني مش عارفه قد ايه كنت هكسب في مشروع البرج ده؟ اصل همام قال لي انك مش فاضي وبتفكر تسيب شغل التنفيذ وتقعد في شركتنا وتقسمه في الارباح كمان، يعني مش هتبقى فاضي خالص. قلت اريحك من هم مشروع البرج، ادي للمعلم عدوي والارباح اللي كانت هتجيلي من الشركه تجيلي على الجهاز من المعلم عدوي. ومبروك عليك قعده المكتب وارباح. مزعلاكي قوي ان يبقى شريك في مالي؟ مالك انت مسلفه لنا وهنرده لك انا وجوزي. ومين قال لك ان عايز حاجه من ولدي؟ ثم حكايه انت وجوزك دي، هو انت شركته ولا ايه؟ في الارباح وبس، لكن كل حاجه باسمه. انا باخد حقي في المشروعات اللي بجيبها وبس، لكن مادام هيطلع لي شريك جديد هادي المشروع لواحد يديني حقي من غير شريك. يعني واخده رشوه من المعلم عدوي المجاول؟ رشوه في مشروعي؟ انا مشتريه المشروع بالكامل من الحاج راضي، يعني انا المسؤول عن كل شيء، هو له مكسب وبس. وجع الدماغ ليا؟ لا واعي، ما تخافش عليك. عشان كده اشتريت الفيلا دي، وممكن فجأة تلاقيني اشتريت مكتب وعملت شركة والأرباح تبقى كلها ليا. جسر الكلام يا بوي، سهام اشترت حريتها مني عشان محدش يتحكم فيها ويزلها، وعشان أمها تعيش بكرامتها في بيت بيتها. بفلوسي وتعبي، مش بالنصب والاحتيال زي مراته الأولانية. عارف ليه يا معلم بدران؟ عشان محدش يهددني ولا يستضعفني. طلعتي قوية متشكرة. ودلوقتي يا حماه، تحب نمشي مع بعض بما يرضي الله وكل واحد يرضى بنصيبه، ولا كل واحد يروح لحاله ونخلص؟ خراب البيوت مش بالساهل يا سهام، وإذا كان دخول شركة ولدي هيعمل مشاكل ما دخلهاش، وإذا كان دخولي بيتك برضه هيعمل مشاكل بلاش منه خالص. انت تشرف هنا وهنا، واحترامكم كلكم واجب علي، لكن مش هسمح ابدا ان حد يستضعفني او حتى يهددني. هو ده سمارة صالح الشراني؟ كنت فوق، انا عايزه لما يفوق يلاقي نفسه الخروف المستعد للدب. صدق من قال ما محبة الا بعد عداوة؟ طول له عمري بحب سهام وبعتبرها زي بنتي. مش قلت لكم انتوا لسه ما فهمتوهاش؟ خلاص يا سيدي، قلت لك اهو فهمتها، خلاص فهمتها زين، وربنا ما يجيب خلاف بعد كده. رحنا ولا جينا؟ انت برضو كبرنا يا بوي. ربنا يقدم اللي في الخير يا ولدي. ايه ما بتاكليش ليه يا نحمده؟ اكلي مش عاجبك؟ لو مش عاجبك اغير الشغاله، اصلي ما بفضاش ادخل المطبخ. كفايه نفس امك فيه. انا لا، انا كفايه عليا قعده البلكونه. يا ستي انت ياما تعبتي، من حقك ترتاحي على حس بنتك. وانا ما بقاش بنت حلال اذا ما كنتش رايح امي بقيت عمرها. لا، من ناحيه انك بنت حلال فانت بنت حلال مصفي. اصحى يا روح امك واتكلم قبل ما اخلص عليك. وديت الفلوس فين؟ انقذ نفسك يا صالح قبل المعلم سلقط ما يتكلم. المعلم بتاعك عرت المعلمين عشان غدر بيا وخدني على اخوانا. انت لسه فيك نفس؟ احسن لك تخلص عليا عشان هي دي الحاجه الوحيده اللي هتنجيك من ايدي. ده انت قلبك ميت بقى ولسانك طويل. ماشي، نقطع لك لسانك وتعيش طول عمرك. اخلص.
لك انا مش عاوز اعيش، مش لمصلحتك، عشان لو انا عشت انت هتموت. مش قبل ما تقول لي الدولارات فين يا معلم. انا قلت لك بيقولوا ان العربيه كان فيها دولارات، لكن مش متاكد ان صالح خدها. لكن انا بقى عايز اتاكد بنفسي. يا معلم يا معلم، بس فهمني واسمعني كويس. سمارة لما سرق العربيه وجابها لي على السبتيه، انا خدتها ومشيت بيها مشوار صغير خالص لغايه المعلم زينهم في الوكاله، اديتها له وسلمتها له في المخزن. لا شفت دولارات ولا شميت ريحتها. يعني ايه بقى؟ يعني العربيه لو كان فيها دولارات يبقى اللي خدهم المعلم زينهم يا اما حد من الصبيان اللي شغالين عنده، يا اما بقى يطلع الكلام ده كله كده والعربيه اصلا ما فيهاش فلوس. زي المعلم زيدان قال ان العربيه فيها 10000 جنيه وطلع فيها 300 جنيه. ما تاكدتش ليه من الكلام ده قبل ما تقولهولي؟ ما انا قلت لك نفس الكلام، انت اللي شبطت بعد ما سمعت سيره الدولارات. محدش اتحرك من مكانك. احنا متشكرين جدا على الاعتراف الجميل ده. شفت حد ظابط؟ شايف الدم؟ شفت بعدهولي ازاي؟ شفت عملوا ايه في الشقه؟ خدوهم على البوكس. انما انت بقى عايزينك متكتف كده زي ما انت. لا يا باشا مش ايدك، بلاش انزل حته متكتف، هتبقى فضحت بجلاجل. بعد المرات لو شفت بالمنظر ده هتطلب الطلاق بكره. هتوم متكتف بكره. عشان انا مفيش حد بيسمع لي كلمه. قلت لكم مفيش داعي نستعجل في كتب كتاب ما حد سمع الكلام. واهو اهو عريس الغطا اتقبض عليه من اول يوم. انا لازم انزل واشوفه واطمن عليه. تروحي فين يا مقصوبه الرقبه؟ دي الدنيا مقلوبه قدام بيتهم، دي الناس امم امم عايزه تروحي والناس يقولوا العروسه ايه العروسه ايه. وماله يما؟ ده جوزي ولازم انزل اشوفه. ينيلك ولا على ايه؟ ما احنا تنيلنا وخلاص. مشوار صغير لحد الاسم وراجع على طول، مسافه السكه. نهار اسود، ايه ده؟ مهارينك ولا ضربينك ولا ايه؟ انا ما اتضربش يا عزيزه، انا دماغي خبطت في الحيطه. يا حبيبي صالح، ايه الحكايه؟ في ايه؟ عزت مراتي امانه عندك. امانه. حاضر حاضر، اطمن يا صاحبي، هصرك على الاسم وحامي وحامي دلوقتي. لا انا مش عاوز حد يجي ورايا، انا حلو كده. سلام. بس طمني، ايه الحكايه؟ مين الناس اللي معاه في البوكس دول؟ انا ايش عرفني يا اخويا. هيك يا ام النبي، هو يا اختي ما قالكيش على اي حاجه؟ اي حاجه ازاي يعني؟ عن سبب القبض عليه ولا هم واخدينه على اللوله؟ بقولك يا سي عزه، ما تلم مراتك وانا مش ناقصه طريقتها بقى. لا عزيزه، ده اللي ما تقصدش والله، عايزه تطمن بس. لا يا اختي اطمني، ربنا يطمن قلبك يا حبيبتي. هو قال لي مسافه السكه وراجع على طول، يعني ما عليهوش حاجه ان شاء الله. يرجع بالسلامه يا حبيبتي. يلا بينا يا ابو ابراهيم، اصل الحكايه مش ناقصه. يلا بينا. بقول لك ايه يا عزيزه، اطمني، انا مش هسيب صالح، ده اخويا وحبيبي، هروح له الاسم ومعايا اكبر محامي. اسم الله، محامي ليه ان شاء الله؟ شايفه حرامي وسارق له سرقه ولا بلطجي؟ ده هو اكيد اللي اتصل بالبوليس يستنجد بيه بعد ما ضربوه وعوروا ولاد الذين دول. وانا رايحه له الاسم دلوقتي اطمن عليه. لا لا، ودي تيجي يا اختي، عزت بنفسه هيروح ويرجع يطمنك على كل حاجه. اروح دلوقتي؟ اسمع الكلام يا عزت، الراجل لسه مامنك على مراته ولا عايز الامانه تتبهدل في الاقسام؟ لا 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 لا، هروح هروح وامري لله حاضر. يلا بينا احنا يا حبيبتي، ده شغل رجاله مش شغلنا احنا، وهو هيرجع يطمنك على كل حاجه. يا اختي عجايب، انا مش عارفه ايه الشهامه اللي نزلت عليكم مره واحده دي. طبعا يا حبيبتي، ده صاحب جوزي الروح بالروح، وما دام هم اصحاب لازم احنا نبقى كمان اصحاب. او ماله يا حبيبتي، ان شاء الله نبقى اصحاب، بس ربنا رجعه لي بالسلامه يا رب. اتفضل يا ستي، هكدي الفيلا باسمك اهو من اول امبارح عشان يبقى كلامك صدق. كنت خايفه تكسفني قدام ابوك وتقول ما حصلش. اكسفك؟ اكسف روح يا سهام، انت لساكي مش عارفه غلاوتك عندك قد ايه. بامانه
أنا لو خسرتك هتبقى حياتي كلها ملهاش لازمة. لعمري في يوم من الأيام هتجوز بعدك، ولا عمري هفكر أعمل حساب لبكرة. ويا عالم، يمكن ملقاش هدف أعيش عشانه فأخسر دنيتي وآخرتي. استغفر الله العظيم. عشان كده بقول لك يا سامي، أنت آخر أمل لي إن أحس إني عايش عشان حد. أنا عايش عشانك أنت، ما بقيش لي هم في الدنيا دي غير إني أسعدك. ربنا يخليك لي يا أم، ما تحرمش منك أبدا. ولا منك يا حبيبتي، لو إني عارف أضحك على نفسي إن الحال دي لا يمكن يستمر أبدا، إن حتما هيجي عليك يوم من الأيام تشتاقي فيه للخلفة. أنا مشتاقة أعيش بكرامة، لا حد يذلني ولا حد يستغلني، مشتاقة أن أكون قوية ومحدش يقدر يستضعفني. وبعد ما تبقي قوية زي ما أنت عايزة يا سام، هعيش طول عمري سعيدة باللي وصلت له بمجهودي، عشان ما ضعفش لازم أكون فوق رغباتي. طب هأمنك أمانة يا سهام، بيني وبينك بس، ويشهد علينا ربنا، يوم ما تحس إني محتاجة تخلص مني مش قادر أقولها يا سهام، مش قادر، لأني عارف إنها هتكون آخر حاجة في عمري. ما تقولش كده يا أمان، أنا بحب، لا يمكن هستغنى عنك، وهنعيش مع بعض حياتنا كلها لآخر يوم في عمري. تعال امضي يا سمارة، مدوخني يا بيه. انا بريء يا بيه. وانت كمان بريء يا سلط. طبعا بريء يا بيه، واللي حصل ده كله كان هزار بيني وبين رجالتي. ونمر العربيات اللي جبناها من بيتك هزار برضو؟ يا راجل حرام عليك، ده انت عامل بيتك مخزن نمر ولا المرور، ده انت بلاويك ملهاش حصر. وانا سعادة باشا، اظن سعادتك دلوقتي اتأكدت ان انا بريء وتضحك عليا. هم قالوا لي سوق العربية دي وديها مخزن زينهم، سوقتها وبس، لا سرقت ولا بعت ولا اشتريت. وفر الأوانطة بتاعتك دي يا صالح لوكيل النيابة، انت ناسي السابقة بتاعتك مع المعلم زيدان. معلم زيدان ايه يا باشا؟ اقسم بالله يا باشا، عربية المعلم زيدان دي انا ما لمستها. مدام فينا من الندالة دي يا بيه، انا اللي سرقتها له وكسرتها له وخدت اللي فيها، وعربية شعبان برضه انا اللي سرقتها له، والحساب هو اهو. ده بقى اللي كنت عاوز اسمعه. الحمد لله ظهر الحق، انا براء يا بيه، هو ده المعلم اللي بيشغله. وفروا اللبط بتاعكوا ده لوكيل النيابة، وكل واحد يمضي من سكات وعلى التخشيبة. التخشيبة ايه يا باشا بعد اذنك؟ يعني انا خايف يضربوني، والعالم لبط شايف عاملين فيه ايه. اياك حد يقرب له وانا نسي اسمه. شكري يا باشا. سمعتوا؟ سمعتوا؟ الحمد لله انا بقيت في حمى القانون. عزتي حبيبي عملت ايه؟ يو دوخة على الفاضي يا داليا، لا عرفت اقابله ولا عرفت اكلمه، بس وانا في القسم عرفت ان في خناقه جامده قوي دبت في التخشيبه، الظاهر انها مع الواد صالح. وايش عرفك انها معاه؟ ما يمكن مع حد تاني. ما انا لما سالت الشاويش عن صالح طردني وقال لي نجرب، روح اسال عليه بكره في النيابه والمستشفى. في داهيه ايه اللي هيكونوا موتوني ليه كده بس يا داليا؟ ده صاحبي برضه. صاحبك في قرشك والدولارات اللي معاك. قصدك ايه يا داليا؟ قصدي واضح يا عزت، صالح ما قالش العزيزة على الدولارات اللي معاه، وانا متأكدة ان عزيزة اللي هتروح له لاسم ولا نيابة، لاني رحت معاها البيت وولعت الدنيا ما بينها وما بين امها وابوها، وقالوا لها ما تجيبيش سيرة الزفت ده تاني. ليه كده بس يا بنت الناس؟ لازم ما حدش يعرف موضوع الدولارات ده خالص لحد ما الموضوع يعدي علينا بسلام. ايوه داليا، بس انا قلت لصالح لو البوليس كبس عليا وسألني انا هعترف بكل حاجة. ما هو علشان كده عمره ما هيجيب سيرتك، مش ناقص غير انه يروح في 60 داهيه
والدولارات تبقى بتاعتنا. انت بتقولي يا داليا ده حتى يبقى حرام. الحرام ان احنا نعيش في الفقر ده وانت معاك كل الفلوس دي. انت غاوي فقر يا راجل. بقول لك ايه يا داليا، انا مش همد ايدي على الفلوس دي ابدا. هو بنفسه قال لك استثمرها لي، خلاص اول ما يتحكم عليه نطلع الفلوس ونشغلها لحسابنا، ويا دار ما دخلك شر. بتقالي يا داليا لازم ندي خبر لاخته سهام، يعني واجب برضو، عشان تقوي ابنه محامي كويس بمعرفتها يقف جنبه. اهل الرحمه فين؟